رب العالمین ہمارے سب کے حالات تیرے سامنے ہیں، ہماری پریشانیاں تیرے سامنے ہیں۔ رب العالمین امت مسلمہ آج جن حالات سے گزر رہی ہے، پروردگار تو علیم و خبیر ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے رب العالمین راہ ہموار فرما۔ رب العالمین امت مسلمہ پر کرم فرما اور اعدائے مسلمین پر اپنا قہر نازل فرما۔ یا رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہم پر سب پر رحم کرما، رحم فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ رب العالمین ہمارے گھروں کو آباد فرما، دین کا بول بالا فرما۔ اپنوں کی یادیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں، چاہے کتنے بھی کھڑکی دروازے بند کر لو، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اندر آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہوا چلے نہ چلے، ہمارے عطر کے ساتھ بنائی یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ زمزم پرفیومز، حضرت نظام الدین سے نکلی خوشبو جو پچھلے 30 سال سے آپ کی یادوں کا حصہ ہے۔ السلام عليك يا عمار القلوب، السلام عليك يا شهر كفارة الذنوب، السلام عليك يا شهرا فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، الوداع، الوداع يا شهر رمضان، عليك السلام يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر الخيرات، السلام عليك يا شهر الصدقات، السلام عليك يا شهر الصلاة والتهليل، الوداع، الوداع يا شهر رمضان، عليك السلام يا شهر رمضان، يا شهر رمضان تشهد لنا أم تشهد علينا وأنت مسافر بالرحيل عنا، وهذا آخر العهد منك تعود علينا، أم طارق الموت يأخذنا يا شهر رمضان، يا شهر رمضان طالما عمرت فيك مساجدنا وأضاءت فيك مشاغلنا وأضاءت فيك مشاعلنا، فالآن تنقطع التراويح عنا، فرحم الله عبدا ودع رمضان بالتوبة والإنابة، قولوا بأجمعكم اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأجرنا من النيران بحرمة شهر رمضان، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہمارے دیش کے مسالوں کی تو بات ہی الگ ہے، بھونے پسے رنگین اور سوادش مسالے سب کو شیف بنا ہی دیتے ہیں۔ اب بنائیے ہر دن ویکینڈ نوری کے ساتھ، جب ہر گھر بنے بریانی تو ملے ہر ایک نوالے میں نوری کے بریانی مسالے کا سواد۔ قورمے کے شوقین ہو تو آج ہی لے آؤ نوری کا قورمہ مسالہ، لائیں آپ کے گھر ہمیشہ ہمارے مسالوں کی یاد، آج ہی لے آئیے نوری کے مسالے۔ اللہ حمدن کثیرن کما امر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
خصوصا منهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى سائر أهل البيت والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، وانزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنس فحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحم المسلمين بالقرآن العظيم. اللهم ارحم الأمة الكريمة بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا جو فضيلة الشيخ القاري المقري محمد جمال، جو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اسلامی جمہوری ایران کے عالمی شہرت یافتہ قاری یہاں تشریف لائے، دکتور فرید الدین فرید عصر، کاؤنسلر رائزن خانہ فرہنگ اسلامی جمہوری ایران یہاں تشریف لائے، قاری یاسین صاحب اور دیگر حضرات، پروردگار یہاں ان کی شرکت کو قبول فرما، یہاں جو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی وہ بھی قبول فرما، ہمارے جن بھائیوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی پروردگار اسے بھی قبول فرما. قرآن کریم کے اس محفل میں، اس مجلس میں رب العالمین ہماری شرکت کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے سب کے حالات تیرے سامنے ہیں، ہماری پریشانیاں تیرے سامنے ہیں. رب العالمین امت مسلمہ آج جن حالات سے گزر رہی ہے، پروردگار تو علیم و خبیر ہے. غزہ کے فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے رب العالمین راہ ہموار فرما. رب العالمین امت مسلمہ پر کرم فرما، اور اعدائے مسلمین پر اپنا قہر نازل فرما. یا رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہم پر سب پر رحم کرما، رحم فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما. رب العالمین ہمارے گھروں کو آباد فرما، دین کا بول بالا فرما، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی
خوشحالی ترقی عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما، خوشحالی ترقی عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما، دین کا بول بالا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.